قدم ملاذ مع المركز الأول. يا سلام، بدأت الأسماء الرنانة الجميلة الرائعة الفذة تتقدم مع ملاذ. سيف بن صغير بن هزيم المنصوري مقدما لملاذ مع المركز الأول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني. القادمة في هذه اللحظات وصلت الظبي، وصلت الضبي في هذه اللحظات هي القادمة والمنطلقة. مبارك بن طرشوم بن صالح العامري مقدما لها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني في هذه اللحظات من واقع كشف الأسماء المتواجد أمامي، النقلة إلى المركز الثالث اللي وصلت الشاحنية، ويتقدم عبد الرحمن بن سعيد بن راشد المري مقدما لها في هذه اللحظات. ولكن القادمة المغيرة الخاطفة للأضواء في هذه اللحظات محتلة للمركز الثاني. يا سلام، اللي مصبحتنا بضوها على المركز الثاني. للصبح في وجهك صباحة، والنور خذ من وجهك النور. أوصلت ضوء مع المركز الثاني. القادمة لسلطان بن سيف بن معضد المشغوري مع المركز الثاني. انتقل إلى المراكز القادمة. وصلنا إلى المركز الخامس، لأن ضوء هي من شقت الضوء وغيرت من المركز الرابع إلى المركز الثاني. يأتي دور المركز الخامس والمسك. الله، هي المسك يقدم لنا المسك في هذه اللحظات. سعادة فرج بن علي بن حموده الظاهري مقدم المسك مع المركز الخامس. المركز السادس، القادمة عالية، سعيد بالمر بن سعيد بن حلوة. مرحبا بك يا بن حلوة. القادمة في هذه اللحظات وحلوة المنافسة والصراع. المركز السابع اللي وصلت بشعار راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين منطلقا في هذه اللحظات. المركز الثامن، الجذابة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. المركز التاسع هنالك مع الجانب الآخر. القادمة في هذه اللحظات مع المركز التاسع، اليافل راشد بن خميس بن كراز السبوسي. وعاشر المراكز، يأتي دور شهد مع المركز العاشر متممة وشاهدة على هذا النداء للعشر المراكز الأولى. وشهد تأتي مع المركز العاشر بإنجازات قوية لامعة في هذا العالم الساحر. ملك حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي، هكذا نداؤنا للعشر المراكز الأولى. العشر المراكز الأولى ياهي تحمل في طياتها إنجازات قوية، تحمل في طياتها أسماء وصولات صالت وجالت في كل مكان وزمان. العودة إلى القمة، قمة على قمة، وذوق القمة لاجت للصعايب. هو راعي المهمة وهو راعي الهمة، يقدم لنا في هذه اللحظات ضوء مع المركز الأول في هذه اللحظات. يقدمها ويتابعها ويرافقها سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. بينما المركز الثاني، القادمة ملاذ بملاذها وجمالها مع المركز الثاني. سيف بن صغير بن هزيم المنصوري يقدمها بن هزيم وينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات القادمة والمنطلقة المسك. يا سلام، سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري متقدما مع المسك ومتمسك بزمام الأمور مع المركز الثالث. المركز الرابع، القادمة على خليفة سلام.
القادمة بشعار راشد بن سعيد بن محمد البوسعيد الخيارين، مقدما لمكفية ولا مكفية؟ فعلمها عند الله والمسجل. مكفية هي القادمة أم مكفية؟ لكنه لا يكف عن الإنجازات، إنه الخيارين. وأيضا الأسماء القادمة مهمة، محمد بن ناصر بن محمد الشنجل وراشد بن خميس بن كراز السبوسي قادم مع اليافل، اللي وصلت نشرة محمد بن مظفر بن محمد العامري. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الجرأة والانطلاق، إلى الكيلو متر الأخير، إلى ضوء الله. اسم على مسمى، اسم على مسمى يا ضوء، ضوء مع المركز الأول، تتقدم ويقدمها سلطان بن بن معضد المشغوني. السلطان حتى هذه اللحظة مع ضوء، بينما المركز الثاني القادمة هنالك ملاذ سيب بن صغير بن هزيم المنصوري مقدما لملاذ. ملاذ وضوء، ضوء ملاذ، واللحظات الحرجة واللحظات الأخيرة، الخمسمية متر الأخيرة ما بين ضوء ما بين ملاذ. من اللي بيشب الضوء؟ من اللي بيشب الضوء؟ والمشغوني معودنا على شبة الضوء، وبن دري يتابعها، يتابعها بن دري. ولكن ملاذ والمس قادمة، المسك قادمة، ملاذ ضوء، 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 هي اللي اشعلت الضوء، هي اللي اشعلت الضوء. يقولون الضوء ما هو بلابق، لا والله شو بن دري مع الناموس كيف متطابق. تهانينا لمالك ضوء سلطان بن سيب بن معضد المشغوني، واهني احمد بن سعيد بن دري على ناموس خاله والناموس له ايضا. بينما المركز الثاني اللي وصلت فيه ملاذ سيب بن صغير بن هزيم المنصوري. المركز الثالث المسك سعادة فرج بن علي بن حمودة. المركز الرابع وصلت فيه مهمة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. المركز الخامس شعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري من واقع شعاره. اذا التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:42.7 من الثانية، لحظة وصولي ضوء إلى خط النهاية تانينا سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، والثاني المراكز 9:43.1 من الثانية، توقيت ملاذ تاني لسيب بن صغير بن هزيم المنصوري. المركز الثالث 9:43.6 من الثانية، تهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمودة على فوز المسك في المركز الثالث. زملائي الأعزاء الأوفياء يتواصلون بالوصف والتعليق. مرحبا بياسر بن محمد الضيوفي العطوي.